زون ميكس. رجعنا من جديد في زون ميكس باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي في زوج مقابلات ضد موريتانيا، المقابله الماضيه والمقابله القادمه ان شاء الله غدوه لحد. ويحضروا بحضنا ضيوفنا اليوم، بحضنا المدرب وجدي السيسي. وجدي شنو احوالك؟ اهلا بيك سلام، مرحبا بيك ومرحبا بالضيوف. في فورما ان شاء الله، ان شاء الله النتائج ان شاء الله موجوده كي المنتخب ان شاء الله. ايضا محضرنا المحلل الفني سليمان جي ابراهيم، شنو احوالك؟ شكرا، بارك الله فيك. لاباس الحمد لله، ومرحبا كما قال سي وجدي بسي وجدي واختنا سيرتو نعيمه لا برانسيس نعيمه، ديما فيهم على دماغي وناس. الحمد لله الحمد لله. ايضا كما قال سليمان جي ابراهيم وحرقني، دونك نقدموا زميلتنا نعيمه. سيسي نعيمه شنو احوالك؟ عسلامة إسلام، ومرحبا بكل مستمعي إكسبريس أفام، ومشكور على الدعوة. الحق أنا ديما نحب مش نشكر فيك للرمي وورود، لكن أنت ديما تقدر ولاد الصحافة وتستدعاهم لأنهم يسحقوا أنهم يكونوا موجودين في ظل اللي قاعدين نشوفوا فيه، اللي هو ملف كبير يلزم يتحل. إن شاء الله نعمل عليه بلاتو لهنا إن شاء الله. على كل مش في سبور أعطيك صحة، مرحبا بك نعيمة. دونك نحكي نبدأ حديثنا على المنتخب التونسي، نأخذ عندكم كلمة كلمة على المقابله الماضيه وبعد ندخل اكثر في التفاصيل المعمقه. نبدا معك سي وجدي، كيف شفت الماتش نتاع تونس 3-0 نذكروا ضد منتخب بريطانيا؟ والله ما معناها كالعاده المنتخب يعني في ديلا سيزابيتود، يعني من ناحيه النتائج يعني الانتصار موجود، 3 نقاط موجودين، الهجوم قاعد يسجل، الدفاع مش يقبل في اهداف، شيء ممتاز جدا يعني من ناحيه الارقام. يبقى ديما ديما مشكله المنتخب، ديما ديما عندنا بعض الاحيان بعض الملاحظات، يعني وهذا عادي ان نشوفه راهو بعض الملاحظات على الاداء ولا على قول لي بعض الملاحظات قاعد نشوف في ورقه ولا كان مش فيها كلاسمون؟ ما شاء الله لا لا فيها كلاسمون. تو اكتشفت هذا. لا انا نقول لك حاجه اسلام، كان ما وقت اللي نحكي على منتخب ديما نقيد لي بون بوزيتيف لي بون نيجاتيف، نعملوا نقد يعني بما فيه الايجابي والسلبي، مو شكل انتقاد يعني التحامل على الفريق ولا لا. كل فريق يلعب كره اكيد ثم نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه بالطبيعه، يعني لازمنا نبينوهم الاثنين، خاطر كان باش نقفوا عند النقاط السلبيه باش يولي امورنا غير موضوعيه، يعني حكمنا غير موضوعي. ديما ثم نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه اكيد. هو ناخذ رايك انت سيمون جايف، هو راهو ديما اي مباراه تصير ضد الفريق الوطني التونسي في تونس راهي ديما صعبه، لان الفرق كلها تحب ولا تكره يجيو بور افوار ان ريزولتا بوزيتيف، يلعبوا افيك ان بلوك با. وتونس ماك تعرف الفريق الوطني التونسي اليوم ما عندوش المهاجم الصريح، با الحمد لله توا سيف الدين الجزيري قاعد يقدم في اداء طيب، لكن الحاجه اللي الباهيه سكو ديما نلقاو لا كرياتيفيتي في دون لي مومون ديفيسيل، كسوا سور بالاريتي والا سور اون اكسيون دو بوت اللي ماركاها الياس السخيري، خلي سا ديكونت ان ريزولتا ويولي الفريق المنافسي يخرج من اللعب يغير تغيير طريقه اللعب نتاعو، يحب يحاول يعدل شويه. لنجح في العمليه حذاري من مرياح، معناها اللي كل مره يعمل اغلاط كبيره برشا، جاب ربي الغلطه هذيك ما جاتش في الديزيومتر ولا وقت احنا فايزين 1-0، كان جاء هذاك هدف التعادل في ضربه جزاء معناها تولي لنا مشاكل كبيره برشا. والحمد لله يا ربي عرفنا كيفاش نتعاملوا مع المباراه هذيا، تو نحكيو في كل اكيد جزئيه والتفاصيل. نعم والله اسلام، المطلوب هو انه ناخذوا 3 نقاط نتاعنا، خذينا 3 نقاط نتاعنا، كان جاونا نقيموا المجموعه اللي نحن فيها، ظهر لي الاربع ثلاثه منتخبات اللي موجودين معنا ما همش في قيمه المنتخب مع احترامي للمنافسين. باش نحكيو على زامبيا، زامبيا ما هي زامبيا نتاع 2013 و2012، المنتخب الموريتاني ما هوش المنتخب. خلينا انا معك نعم في النقطه هذه، وسمعت حتى المدرب الوطني التونسي ولا رئيس الجامعه مع زملائنا في شمس افام يقول قبل كنا نلقاو معهم صعوبات منتخبات، نعرف ونذكر طحنا مع موزمبيق قبل، طحنا مع بوركينا فاسو، حتى المنتخبات اللي على الورق ماهيش في قيمه منتخبنا كنا نلقاو معها صعوبات، اليوم ماهيش قاعدين نضيعوا في النقاط. الراس الاخضر ما تنساش الاخضر، كنت نلقى معاهم صعوبات صحيح، لكنهم حاليا المنتخب الموريتاني ماهوش المنتخب الموريتاني اللي لعبنا معاه في الكوب دافريك الاخراني. المنتخب الزامبي كما قلت لك ماهوش المنتخب الزامبي نتاع اللي هز كاس افريقيا في 2012، معناها ثم برشا حاجات تغيرت. المنتخب التونسي حاليا في البول هذا اقوى من المنتخبات اللي موجوده. وقتاش الامتحان الصحيح؟ معناها توا تلم النقاط نتاعك، الامتحان الصحيح هو اللي باش يجي في المباراه. ولو انه حتى نضيف على كلامي يقول لك كيف كيف نيجيريا كيف كيف خسرت في بلادها مع افريقيا الوسطى زاد.
افريقيا الوسطى تورت افريقيا الوسطى برشا ملاعبيه ولا فيها افريقيا الوسطى فما برشا ملاعبيه قاعدين يلعبوا في البطوله الفرنسيه قاعدين يلعبوا في البطولات الاسكندنافيه في البطوله في بطوله السويد في في, في الدنمارك معناها عندها قاعده تتطور فما منتخبات قاعده تتطور لكن فما منتخبات تراجعت تطورت تم فما جيل قاعد يتبدل معناها في المنتخبات الاخرى صحيح تقول لي انت نيجيريا نيجيريا زاد نيجيريا ماهيش نيجيريا نتاع قبل كي جينا نحكيوا على نيجيريا نتاع قبل رانا نقولوا افريقيا الوسطى ما تجيش ند للند امام المنتخب النيجيري صحيح باش حاول نحكيو في اول جزء من حصتنا عن النقاط السلبيه في ماتش موريتانيا بعد الجزء الثاني النقاط الايجابيه وباش نكون في الجزء الثالث ان شاء الله مقابله الاياب مع منتخب موريتانيا ومقابله الجوله الرابعه حبيت نحكي عن النقاط السلبيات ديما حراسه المرمى تقريبا قاعده تثير في الجدل ممكن منذ كان الماضيه مع الناس الجارديان اللي يملى بلاصته فاروق احتياطي في ترجي اساسي في المنتخب معز حسن كالعاده مش يلعب وموجود في المنتخب علي جمال ما عرفناش على جهه وعلاش نحى شنو رايك في النقطه هذه واجد الموضوع هذا حكينا فيه قبل سلام في ديما نحكيوا عليه التو هذا حكينا فيه في نفس الموضوع كنت وقتها قلت انا قلت وقتها اللي الحراس اللي عيط لهم مدرب منظر كبير اغلبهم ماهمش معناها ماهمش ضامنين اماكنهم في الكلوب تاعهم حكينا وقت على فاروق هو بن شريفية مازال وضع وقتها مش واضح وشفنا اللي بن شريفية يعني هو اساسي في الترجي الرياضي زوج مباريات يلعبهم فهمني وحكينا وقتها على جمل قلت انا جمل وقتها واحد من احسن الحراس الموجودين توا لكن في النجم الساحلي عنده اسم كبير قاعد يزاحم فيه وينافس فيه اللي هو المثلوث يعني بلبولي دونك الوحيد ولا حسب المعلومات اللي عندي باش يلعب جمل البلبولي حتى باقتناع منه هو حتى كي جابوا جمل بالتشابه نتاعه هو فما اقتناع انه باش يكون يدز جمال معناتها كله من تالي معناها كي يحتاجوا ليتوال يلعب اي اما كي يبدا عندك حارس في بنك الاحتياط في قيمه المثلوثي مثلوثي راه لازمو يلعب مثلوثي يقعد زوز ثلاثه مباريات ما يلعبش اساسي يعني ما عادش نجم تعرف سورتو غارديان بيوت دونك باش تكون شويه ثم 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 تنافس كمان باش يكون بيناتهم حتى هو موجود على بنك الاحتياط اكيد باش يكون ثم تنافس غير مباشر يعني بين الزوز حراس ثم ممكن زاد المثلوثي ينقذ على فرصه او فرصه باش تجي وما عادش صعيب باش تخرج المثلوثي من غادي لكن خاصه كان يقدم يعني مردود باهي فاروق في الترجي هذه معليش اجماع كبير لحد الان المدرب قاعد يعتمد على بن شريفيه وقالها صرح بها اي معناها قاعد يعتمد على بن شريفيه وراو تحب ولا ما تحبش طال الدهر ومقصره في الترجي مش مستغناو على بن شريفيه اذا كان تحب تخزر النظره القدام برشا علاش وتخزر التاريخ ياكد انه كل مره يحبوا يزيحوا بن شريفيه في الاخر يرجعوه ويستحقوا له ما يلقاوش ما احسن منه معناها فنيا باقتناع منك انت هو الافضل في تونس نجم نقولوا الفورمه تغيب وتحضر في بعض الاحيان الفورمه تاعو تغيب وتحضر لكن فنيا وكخبره وحضور وكل شيء يعني بصراحه بن شريفيه يعني عنده مكانه في الترجي الرياضي وفي الترجي الرياضي مش مستغناو عليه لا بروف انا مفكروا يجيبوا الحراس الكل جابوا فاروق جابوا اسمه نتاعنا نتاع رامي الجريدي جابوا لكن بن شريفيه اللي توجور لا يدور 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 في الاخر توا قاعد يلعب بن شريفيه فهمتي ممكن شويه تشبه شويه للتاريخ نرجع شكري الواحد وقت اللي جابوا له الشيخ سيك في الاخر قاعد شكري الواحد ثم حراس يعني ما نجموش يستغناو عليهم الانديه نتاعهم انا راه بن شريفيه مكانه في الترجي الرياضي تقريبا كاساسي باش يكون يعني بنسبه كبيره برشا يعني بالنسبه للموسم الجاي بون توا المدرب هو بيدو معناها او عيط توا معز حسن معز حسن مش قاعد يلعب صحيح صح في النادي الافريقي لكن ماهوش قاعد يلعب فهمني هو في النقطه هذه جمل جا ومشى من غير ما جربوا جمل دخل في القائمه وشارك من غير ما جربوا ما شفناهش يعني فهمني ما خذاش فرصه باش نقيموه معناها علاش عيطت له انت باش من غير ما تقيمه لعبته حتى ميتون بعد تقول على الاقل عطيته فرصه فهمني ما شفناهش جمل دخل وخرج من غير ما صار تقييمه بون يفو دير اللي بالنسبه لي انا الدعوه نتاع معز حسن يعني فيها معاني كبيره فيها معاني كبيره بالنسبه لي انا في ذهن المدرب اظن ولو ما نقراوش في النوايا لكن في ذهن المدرب يعرف اللي فاروق ماهوش لاعب اساسي 100% في النادي نتاعو واذا كان مشي واصل يقعد ماهوش اساسي في الترجي الرياضي ما عادش نجم يلعبوا في المنتخب حسب المبادئ اللي يحكي بها هو يلعب كان للحاضر واللي قاعد جاهز ويلعب فهمني معز حسن باش يكون اساسي تقريبا بنسبه 95% في النادي الافريقي دونك هذا بالنسبه لي للمستقبل معز حسن هو الحارس اللي نجم يعتمد عليه ودعوته توا للمنتخب من غير ما لعب حتى ماتش هذا يسابروف اللي هو فهمني وما عنده كانش عنده جمعيه توا للنادي الافريقي دعوته اكيد وانه للبعيد
فهمني، لانه مازلت راه ما لعبنا، مازال عندنا ثلاثه مباريات يعني في الواحد، ومازالت المباراه الحاسمه اهلي وروتور، ومازال عندنا ان شاء الله كاس العالم. يعني بالنسبه ليه للمدى البعيد اظن انه معاذ حسن هو باش يكون الحارس الاساسي في المنتخب. بن سعيد موجود، وموجود لانه فرض نفسه، لانه لعب الاساس مباريات الاخرانيين نتاع اتحاد المنستيري، يعني كان موجود يعني وكومبيتيتيف وكل شيء. ما نجمش نحيه، جمل نحاه مش قاعد يلعب، سعيد ما نحاش لانه قاعد يلعب، وهذا الفرق ما بين زوز حراس هذا. واضح. باب الطبيعه مجال يبقى مفتوح ديما للنقاش في وقت اللي تحبوا تدخلوا اي حد مرحبا. نحكيوا على نقطه اخرى ايضا بالطبيعه، نحكيوا على الفنيات. سعد بقيل شفناه اليوم برشا نداو بانه ياخذ فرصته، خاطر تقريبا ملي مشى الابها قاعد يجي ومش قاعد ياخذ في الفرصه نتاعو، ديما يجي كيما نقولوا بين ظفرين زينوا به بنك الاحتياط ويروح كيما جاء. اليوم شفنا لعب سعد بقير، شفت اضافه فنيه ولو انه لعب على الجهه اليمين ما لعبش شمال كصانع العاب. هو راهو بربي باش نرجع لحارس مرمى معز بن شفيع، راهو ثم حاجه اخرى مهمه برشا، عنده ان امباكت على ليكيب في الفستير مهمه ومهمه برشا، اللي هو كان قبل مع وسيم نواره وعمار وعلي جمل، اليوم يلقى روحه معز تيتولير، معز يكور بالكداب ساقيه. دونك خليت اللي لو شوا نتاع راضي جعايدي في الترجي الرياضي التونسي سي ان شوا معناها بريسك كوليكتيف، معناها الناس الكل سور بالفالور. انا الحاجه البركه اللي نجم نلوم عليها الترجي الرياضي التونسي، علاش انتداب فاروق بن مصطفى باش تعمل مشاكل في تحب ولا تكره، لان فاروق بن مصطفى كمل في ما في السعوديه كاحسن حارس مرمى صار تماما الى تيلو، علاش جا للترجي وقت يعرف الترجي ثم موجود معز بن شريفيه. سعد بقير، سعد بقير انا في قناه 218 يحيوك خويا اسلام، سلموا عليهم فريمون، يعني يقولوا عليك كان في الخير وعلى حشمتوني تو انت ونايم، قولوا لي في الاوف مش اجا نقول لا ميسالش تستاهل كل خير، لان اجا نقول لك انا الحمد لله ربي احنا اون بارل با دون لو فيد، وقت اللي نسمعوا حاجات بلوتو نبداو فرحانين، كساسوا مهند ولا عاطف ولا اسماعيل كلهم الحق يشكروا فيك، يشكروا فيك انكرويبل. قبل قبل المباراه قلت لهم انا اللي سعد بقير باش يكون المفاجاه نتاع المباراه، لان علاش؟ لان حتى مباراه بلعبها مع الفريق مع سي منذر كبير الى حد الان يلقى روحه تيتولير في مباراه كيف هذه، يفا ريبوندر بريزون، لان سعد بقير ا بوزوان دو سا، لان سعد بقير كان تتفكر سارتا مومون وقت اللي في الترجي الرياضي التونسي سيتي ان جوار انكرويابل حتى دون لي مومون ديفيسيل، ولا ماركي حتى بالراس، معناها قصر القامه نتاعو ولا ينقز بالراس وماركي. هو تفاجئ معناها هو بنفسه تفاجئ بالتسجيل بالهد، لكن اليوم وسعد بقير كان لا كان موجود، انا نقول تو سامبلومون لي جرون جوار نلقاهم دون لي جرون رونديفو، ولا ريبونس اللي استنى فيها سي منظر كبير لقاها مع سعد بقير، ولو اون فو ديسكوتي او نيفو دو لا كومبليمونتاريتي، حتى ولو سور لي كوفران يجي ثم اللي يقلقوا فيه كساسوا وهبي الخزري اون بارلور من بعد يقلق فيه سور لي كوفران، ولي كوفران وسعد بقير الي لميور ميم حتى انيس بن سليمان الى فولي حتى وهبي يشوت حتى اي ما ثم بوزيسيون يلزمها تكون نتاع سعد بقير وثم اون اوتر بوزيسيون يلزمها تكون نتاع انيس بن سليمان ولا وهبي الخزري. وشفنا وقت اللي شات شوطه بركه سعد بقير، شفنا الكره وين مشات، وقت اللي شات انيس بن سليمان وين مشات، وقت اللي شات وهبي الخزري نفس الشيء. يلزمنا هذا يتعامل، يلزم يفو فير اتونسيون باسكو تنجم ان ريزولتا بو اتر ديكونتي في سو في وقت اللي تلقى صعوبات كيما تلقى اللي ناتوندو اللي صار من تبارك الله الهدف اللي تحط اربع حراس مرمى ما يشدوهاش نتاع الياس الصخيري. خليت حاجه اخرى على الياس الصخيري بربي ناتوندو الياس الصخيري سعد بقير باش نسالك عليه، ما تشوفش اللي ما عادش متاكد اللي يتم في اعطاء لمسه فنيه في وسط الميدان المنتخب، شفنا حتى لي باس نتاعو معناتها فما برشا لاعبين باساتهم ديما بالعرض، هو الباس نتاعو يكسر بها ليني. يعطيك الصحه، هنا بيزوان دو سا، انا بزوان دو بروفوندور، انا والكره اللي كيفاش يحاول باش يشوط زعما ومن بعد يعطيها ان بلا دو بي يلقى روحه. وشفنا زوز اهداف اللي ضيعناهم اون بريمير ميتون من نعيم سليتي. انا نقول تو سامبلومون راهي سين كيستيون سعد بقير، الديسكسيون اللي صارت معاه سي ديسكسيون بروفوند مع المدرب سيرتينمون مع ستاف تكنيك، علاش قبل المباراه
وهو كان في موجود معناه وعطى لا ريبونس، لا ريبونس ديما في التيران. وهذه نقطة القوة متاع سعد بقير اللي كان نقصنا، احنا كنا نلعبوا ترو دو جو لاتيرال اللي هو مخطر برشا على الفريق، اذا كان ثم كونتر اتاك تولي مشكلة تبقى اليمين ميليو دو تيران. بار كونتر سعد بقير دون طول دومين كساسوا سور بالاريتي ولا سور لي باس معناها اون بروفوندور ولا حاجة، تلقى سعد بقير علاش لعب هو على الجهة اليمنى اسرتان مومون. ممكن سي منظر كبير معمل عليه باش يدخل خاطر عنده ينفرب دو بالا، انت ولا ما يحبش، ما يحبش يلعب غادي، هو يلعب هو سي منظر كبير دو ليكيب دو جوي، سي منظر كبير دو يوتيليزي لي جوور اون فونكسيون دو لا كاباسيتي نتاع جوريت شنو اللي يلزمات. اليوم سعد بقير ما يحبش ولا ما يحب، اليوم سي منظر كبير ايو ريزون باش يلعبوا في البوزيسيون هذيك دونك. وشفنا احنا حتى تنحكيو من بعد على وهبي الخزري، لكن اليوم سعد بقير فريمون الحاجه الباهيه زاد سي منظر كبير سي كي لا بون دو رومبلاسون ما شاء الله تري فورني، ينجم دون سي مومون لا يلقاهم جورات هذوما، وبقدره ربي سيرتينمون باش يعامل عليهم في الماتش روتور خاطر يورا انورمون دو شونجمون باش يخلي الناس الكل عندهم فرصه باش يعملوا الفارق ويوريو هجوم ويوريوني هما سي دو فوتور تيتولير في ليكيب ناسيونال. باش نكمل معاك على سعد بقير نعيم، واحنا نسالك تواصلا مع كلام سي المنجي، انك تلعب ملاعبي كان عليك بريسيون كبيره باش تلعبوا تلعبوا في بلاصه مش بلاصته، ما تشوفش فما كانك تحب تحط اللاعب راس راس مع الجمهور تحطه مش مرتاح هكا في البوزيسيون هذيك، والا لا معناها مادام اللاعب عطى مردود باهي معناها المدرب عنده الحق. شوف هو المدرب على ذمته 23 ملاعب، يعني كيف يجيب باش يقول اللاعب راك باش تلعب في البوست الفلاني باش يقول له معناها باش يلزم الملاعب يكون حاضر للضغط. ما نصورش انه منظر الكبير توضع في ضغط لانه ما لعبش قبل، حتى ضغط معناه ضغط ضغط الاعلام ضغط شكون باش يجي يقول له معناه لاعب سعد بقير بسيف. هي المباراه بصفه عامه كما قلنا من الاول ما فيهاش ضغط كبير، يعني امام موريتانيا، موريتانيا ماهيش كما قلنا موريتانيا اللي لعبت معنا في الكوب دافريك الاخرانيه، يقول لك خليني انا نجرب سعد بقير. حتى سعد بقير صحيح مع تروا بيفو، لكن سعد بقير لقيناه سعد بقير لانه ان كرياتور في 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 الجو اوفنسيف في الانيماسيون اوفنسيف سعد بقير تلقى يعطيك الحلول. وشفنا قديش من باس عطاها في البروفوندور، عطاها للخزري، عطاها للسليتي، معناها حتى كي كان في الاسبيرونس كيف ذيع الاسبيرونس تلقى فما سعد بقير يخرجك من المأزق اللي انت فيه. انا بالنسبه لي انا نحن تونس القديمه منتخب تونسي القديم اللي قبل روجي لومير كنا ما كناش نلعبوا بلاش ريجيسور، يعني ديما العشرة كان موجود في المنتخب التونسي. بعد هو في العالم الكل تقريبا ما عادش فما عشرة، كيف جيرو جي لومير تبدلت يعني لعبنا بخمسة بيفوات يعني مش حتى بتروا بيفو اللي قاعدين نلعبوا فيهم توا، تبدلت العقلية والعقلية هذيك مشيت حتى مع المدربين التونسي لأنه فما شوية خوف يقول لك خليني انا منها نحافظ على نتيجه ونلقى فما جوار في اللي تروا بيفو هذوكم يخدم خدمه الريجيسور مش ديما ينجم يخطف معاك راه الملاعب هذاك. بالنسبه لي انا سعد بقير بلاصته موجوده، لكن في عقليه المنظر الكبير ينجم يكون موجود سعد بقير في البنك في المقابلات مثلا ضد المنتخبات الكبيره الكاميرون نيجيريا الجزائر المغرب، مش باش تلقى سعد بقير موجود لانه باش يحافظ على السكولات نتاعو اللي هي تروا بيفو اللي هما الياس الصخيري اللي موجود بن سليمان اذا كان والا برمضان فرجاني سيسي كيف يرجع والعيدوني هذه هي معناها تركيبه المنظر الكبير. نكمل نحكي معك فنيا سي وجدي ايضا مركز نزلت تحكي في بقير ولا تحب تحكي على بقير؟ كلمه انا يظهر لي وانه المدرب كان ما بين خيارين، يا اما يلعب بنفس الاسلوب نتاعو بنفس الخطه بنفس التكتيك تقف شويه الميكرو سي يلعب بثلاثه، يعني يلعب صخيري بن سليمان والعيدوني وثلاثه مهاجمين قدام فهمتني، ويلعب بقير يحب يشارك بقير لكن ما وفرلوش المكان نتاعو بقير ما وفرلوش المكان نتاعو باش يشارك بقير، والا يبدل الخطه نتاعو يرجع يلعب اون كادو ويوظف بقير بالضبط بالطريقه المطلقه اللي يحبها بقير اللي يرتاح فيها. انت بقير قدم مباراه جيده 50% من الامكانيات اللي نجم نقدمها. صحيح. كان قعد وراء المهاجمين وهو اللي فور في لا ديرنيير باس. باس الاخر فهمني التمريرات الحاسمه نتاعو اللي تري فور هو على الجنب وطلب منه باش يدخل ابارمون على الجنب وماهوش باش وهو غوشي دونك باش يخدم الترينغوليسيون مع خزري ايفونتويلمون سليتي كان دخل شويه الوسط ولا بن سليمان ولا غيره. كان يلعب يعني وراء المهاجمين باش يخرج اكثر كر يقعد شويه قدامه على اليمين على اليسار. كمدرب
مثال جرب خطة أخرى تستحق لها في الماتش اليوم ضد موريتانيا. الماتش ماهوش كاليبر كبير. موريتانيا نلعب بون 4 2 3 علاش نلعب بثلاثة أنا في الريكوبيراسيون بن سليمان والسخيري وعيدوني؟ علاش كان السخيري وعيدوني يفكوه استرا فكوه استرا معناها يسون تري فور معناها ديجا فاهم إشكال السخيري والعيدوني حتى سو البلون فونسيف السخيري يمشي دارت تنحات راه حكايه سنتينيل في المودرن بدات تتنحر بدات شيب شيك تشوف السخيري سنتينيل ويماركي في فريقه في المانيا ويماركي يعني في تونس ثم حاجات راه مازلنا نحكيو برشا بحاجات قاعده تندثر بالشيب شيك ورا راه تتبدل برشا دونك هنا بقير نتصور انا كان لعبنا باثنين وقدامهم بقير خلف المهاجمين كان ينجم سعد بقير يقدم مردود كبير برشا والمدرب يعمل خيار اخر تكتيكي يصلح له في المستقبل اذا كان يحب يلعب اون 4 2 3 يلقى ديجا الفورمول حاضره وترن عليه. باهي مادام حكيت على الصخيري انت فما برشا يقولوا الصخيري والعيدوني دو بروفيل معناها يشبهوا برشا لبعضهم يقولوا ما يمشيوش مع بعضهم الزوز هل توافق الكلام هذايا ولا لا مش صحيح؟ ولا مش صحيح حاجه نقول لك قلناها قبل على برشا ملاعبيه قبل الثمانينات واحد وقليل زبير باهي واسكندر سوايح مثلا ولعبوا مع بعضهم وقالوا حتى على العقربي وطارق يلعبوا مع بعضهم وقدموا من احسن ما ثم. انا يظهر لي انت شنو المطلوب من هو شنو لي بيفو هذوما اللي يعملوا ريكوبيراسيون وغيره هو الايديال بالنسبه للمدرب وانهم يكونوا يعرفوا يفكوا كوره فهمتني وميم طون يعرفوا يعملوا معناها يبنيوا الهجمه معناها مش شكل يفك برك يفك ويبني الهجمه اذا كان بعض الاحيان كانت الناس تلعب بدو بيفو واحد فكاك نقولوا الاخر يمشي اكثر يعني القدام وهو يكونستروي ليديال بالنسبه للمدرب يكونوا الاثنين يفكوا مليح ويمشيوا الاثنين القدام كل مره يمشي منهم واحد انت العيدوني والسخيري اكدوا انهم دفاعيا جيدين هجوميا الاثنين اكدوا اللي هما ينجموا يعطيوا الاضافه القدام علاش ما يلعبوش مع بعضهم ما نفهمش انا راه كان يلعب السخيري والعيدوني قدامهم بقير بار اكزومبل نجم تكون معناها تنجم تكون فورمول ممتازه جدا يعني دفاعيا وهجوميا نتصور انا استنفو بروبليم معناها بالنسبه لي انا العيدوني قاعد معناها ياكد يعني كل مره وانه لاعب يعني ممتاز واندمج يعني بسرعه في الواحد والسخيري الروندمون اللي قاعد يعطي فيه مش جديد مع الفريق نتاعو قاعد يبرز وقاعد يقدم في مردود يعني في البطوله الالمانيه مش سهله مش سهل نحمد ربي احنا انا فرحان باللي قاعد يقدم فيه الياس سخيري قاعد يجيب لنا في الحاجات الباهيه من اوروبا قاعد يجيب لنا هذا اش نحبوا احنا اللاعبين اللي يلعبوا لاوروب مش يجي يشارك معنا في المنتخب من كل النواحي يعني نحب اي من ناحيه اخلاقيا كرويا كل شيء يجينا من اوروب يجيب لنا حاجه البلوس نتاعو كملاعب يلعب في اوروب مش يجي ملاعب يشارك معنا اي سي تو هكا لعب معنا ماتش هكا شارك وسي تو ثم لعبيه راه جاوا ولعبوا وممكن هنا ما نحكيوش عليهم حصه كامله لان وجودهم كان عادي يعني اذا مش هنحب الملاعبيه اللي يجيونا يجيبوا البلوس باهي اتنجيك سيمونجي انت نحكي نعيمه شفت كتبت ستاتيو على الصخيري تقريبا قيمته حتى نحكي عليه شويه ارقام نعطيك قيمته 13 مليون يورو توا في موقع ترانسفير ماركت اغلى لاعب في كولن اللي هو الياس الصخيري على 80 مليون يورو قيمه ملاعبيه كولن الكل بما فيهم الياس الصخيري هو قيمته وحده 13 مليون يورو معناها رقم 66 في العالم من ناحيه القيمه التسويقيه في البوست نتاعو معناها ارقام ما شاء الله مازال يعلى راه يعني بالكومبيتيسيون مازالت السوم نتاعو مع السوم نتاعو حبسوا كل السوم خاطر كانك تحكي على مازال قاعد يعلى يعني انت تمشي مع البوندس ليغا وشوفوا شنو البيرفورمانس البيرفورمانس نتاعو سورتو راه كي يجي المنتخب زاد كيف كيف راه وكل ما يقدم انت ديجا الجول نتاعو تحط في الفيفا وورد كاب معناها من احسن البونتويت اللي تماركيت وكنت قلت انا معناها كانت ماركه رونالدو ولا ميسي كانت حكيت عليه جمعه كامله يعني هذا هو لكن نحن لهنا في تونس نحس انه الياس الصخيري ماناش عاملين له القيمه اللي موجوده عنده في الفريق نتاعو الصخيري لازم يكون اكبر من هكاك انا راهو في تونس اكبر من اللي قاعدين من اللي قاعد موجود عليه في المنتخب من كل ناحيه الياس الصخيري يجي ان المنتخب يتعدى مرور الكرام من هنا يعني انا نرى انه تونس الطفل هذاك لازم تعمل راهو بالحق قاعد يعمل وما نصورش انه باش يكمل في كولن مالغري كي تقرا لي كومونتير نتاع كولن معناها ساعه اول حاجه كي تلقى لي كومونتير تلقى ديما بون فهم بالالماني انا ما نفهمش اما نفهم كلمه بوسكيتس في الميكرو بوسكيتس معناها قاعدين يشبهوا فيه في سيرجيو بوسكيتس حاجه كبيره برشا ان شاء الله ان شاء الله في تونس نعطيه قيمه الياس الصخيري
اللي بالحق ما نلقى دين اعطيه في قيمة الطفل هذية. انا قلتها قبل بون بشهردوني برشا بيقولوا لي ليه الكابيتانا تمشي بالعمر وتمشي بالأقدمية. انا ضد الحاجة هذه. اذا كان انا نلقى ملاعب قاعد في اوروبا هو صالح محمد صلاح ضرب عليه بالبونية باش ياخذ الكابيتانا لانه من الاول كانت عند احمد فتحي وبعد كانت عند حتى استاجر سالت بوليميك بينه وبين احمد فتحي لانه هما يمشوا بالأقدمية. لكن هو يقول لك علاش محرز ياخذ الكابيتانا ومحمد صلاح ما يخش. محمد صلاح الناس كل تحكي عليه وهو الكابيتانا لانه هي بتزيد راه في قيمه المنتخب. كيف كيف انا بالنسبه لي انا حاليا في اوروبا الياس الصخيري هو اللي قاعد يصنع في اسم تونس. صحيح معناها كي تحكي تقول الياس الصخيري تقول تونس. انا هنا كيف كيف لازم انا نقول نعطي الكابيتانا. هي زاد الكابيتانا تزيدوا في قيمه الملاعب هذه ان شاء الله. حاب تزيدنا مشكله في المنتخب. لا سواء تجي واحد بالخزي ويوسف بساكر نحيلوا الكابيتانا تعطيها الياس الصخيري اكيد مشكله اخرى باش تولي هذه. ولا كان غلط انا ما راهيش موضوع كبير برشا. انا اسمه حقك. انا بالنسبه لي انا الكابيتانا راهي ما تمشيش بالاقدمي. انا بالنسبه لي انا هذه عقليه نتاع ما نحبش نقول مع عقليه متخلفه مع ياسر قديمه. ما لازمش نمشي الكابيتانا عندها شروطها وعندها حاجات لازم تتوفر في الكابيتان يعني. وثم حتى اللي يعملوا مدربين في الاستاج تاع العام يعملوا يلموا الملاعبيه وياخذوا رايهم بيان سور سرا يعني. ثم انتستي تعمل انتست معروف يعني في يتقريوا احنا في الانستيتو في قصر سعيد قرينا على الكابيتانا كوحده كامله. شكون تشوف الكابيتان تاعك؟ لا كيفاش تخرج الكابيتان من الفريق نتاعك؟ شكون يسمي يكون الكابيتان؟ ثم دي تيست يتعاملوا مع الملاعبيه وكل شيء فهمني. في شكون الاكثر واحد تقرب له، اكثر واحد ما تحبش تلعب معه، اكثر واحد ما ترتاحلوش، اكثر واحد ترتاح له. ثم دي سيري دو تيست نعملوهم ومن بعد نعملوا فهمني ديبويمون ونخرجوا الاكسبلوتمان، نخرجوا شكون ينجم يكون قائد فريق رقم واحد اثنين ثلاثه حسب النتائج نتاع المجموعه. داكور ما ناش يعملوا فيها في المنتخب ولا لا؟ إذا كان ما همش يعملوا فيها نتصور بالمردود اللي قاعد يقدم فيه. إذا كان يعتمدوا على الحاجات هذه بالمردود اللي قاعد يقدم فيه الياس الصخيري ينجم يفكك الكابيتانا الخزري. خزري راهو نيبا ما قاعد يعاون ويجي ويسجل وقاعد هو توا ثاني هداف واحد بعد واحد داكورتو. اي اما خزري عنده زاد دي زونتيسيدون مع المنتخب. ننساوش الجست اللي عمل كاسبرجاك كل شيء يعني. ما لازمنا ديما نخمو اللي يستاهل اكثر الكابيتانا. انا بالنسبه لي انا الخزري سي با ان مونور دوم الحق معناها من لاعبي في سانتيتين وكذا. اعطوني اسيست باش تسال سي مونجي انا على الخزري واللي يحب يتدخل مرحبا به. دونك نحكيو على وهبي الخزري ومركز قلب الهجوم سي مونجي في المنتخب. تقريبا الملاعب كيما سيف الجزيري تعطيك شويه ارقام في خمسه مقابلات ملك اربع بونتويات في 200 لعب فيهم 250 دقيقه الخمسه مقابلات معناها ما لعبش مقابلات كامله ومعناتها عمره ما عمل ماتش كامل ومسجل اربع بونتو معناها معدل مهم جدا تهديفي. تجي تلقاه مره اخرى على البنك شنو لازم يعمل ملاعب كيما هكا باش يفك بلاصتو في الوقت اللي وهبي الخزري كيف كيف ماهيش بلاصتو. الناس كل ديما قالوها وعاودوا قالوها الفنيين ماهيش بلاصتو قلب هجوم. وراو باش نرجع لياس الصخيري جوست دو سكوند على الكابيتانا اللي انا سي با سور كو لياس الصخيري فا اكسبتي لو كابيتانا. راهو فما جورات يقول لك انا ما نقبلش اون تونك كابيتان. نجم تصير سورتو كو لياس الصخيري سي ان انتروفيرتي معناها جوار دو كاركتير ومعناها ياسر دخلاني ما ينجم يقول لك انا ما يقلقني داتر كابيتان. اما نقطه القوه نتاع الملاعب هذا اللي قاعد ينور فينا هو تشعر انه عبد محترم برشا معناها اكسبسيونيل سي ان اتر اكسبسيونيل. انا باش نعطيك حاجه اللي صارت في البونتو الثاني في البوندسليغا. عمل ديماراج من البينالتي نتاع الكارتي ديفونسيف نتاعو ان ديماراج انكرويبل في الدقيقة 90 يوصل ويعرف سي وجدي خير مني فيك اللي تبارك الله لونترينور دو فالور يوصل في 18 متر ويسجل هدف بالفاسيليتي هذيك. راهو تعرف كي تعمل ان افور كوم سا لا سيرينيتي دوفون لو بوت اللي تري ديفيسيل بولت الدم اللي بالك بال تري ديفيسيل معناتها فات حتى المهاجمين والمدافعين وشغل معناتها سنتينيل ما عادش موجود يبدا هذه سنتينيل. انا مسميهم انا لي جوار كيما لي سخيري سي لي ترافايور دو لومبر مي لوي ني با دون لومبر اللي دون لا لوميير بالشيء اللي قاعد يعمل فيه باللابور نتاعو وسورتو غاديك في البوندسليغا مالوريزمون اختي نعيمه لو بري نتاع الصخيري فا با مونتي اوغمونتي اوغمونتي برشا نحب ولا نكره الجنسيه تحكم يعطيك الصح. انت كي تشوف اليوم ان جوار دو سيزون من السنغال خذاوه من سون دو فورماسيون موناكو شريته ب 18 مليون دورو. مالوريزمون احنا شوف انت علي معلول كي كان يلعب في الدوري التونسي وكي مشى للدوري المصري شوف الفالور نتاعو مارشاند قداش بور دير
وصلت 15 مليون دورو وقت اليوم من احسن معناها ثم جوارات تلعب في بريمير ديفيزيون برشلونه وغيره وهو خير منها. لكن انا نقول اللي وهبي الخزري اليوم اذا كان يظن هو مع كامل احتراماتي ليه عامل مزيع على الفريق الوطني التونسي باللابور اللي قاعد يعمل فيه توا، سوني با ان جوار كي بو روندر سيرفيس على ليكيب ناسيونال دو تونيزي اليوم. نحب ولا نكره خاطر توا اذا كان توصل انت المشكله اللي صارت نتاع اللي شويه صارت فيها معناها بيناتي ولا هدف هي نتاع الغلطه نتاع ياسين مرياح، سين بال بيردو في الوسط الميدان خلات اللي ولات ان بال دو كونتر ضدنا احنا، وذاك علاش خلى تململ شويه. هو سيمونجي باش ما نكونوش قاسيين عليه برشا، لاعب نحسه مش محبوب يعني، لكن الارقام نتاعو ما شاء الله. توا الوهبي اليوم ثاني هداف في التصفيات في هذه بثلاثه اهداف بعد اسلام سليماني اللي عنده 6، ثاني هداف المنتخب تاريخيا بعد عصام جمعه اللي عنده 36، هو عنده 22 وفات سيلفا دو سانتوس مع 13 اسيست في 62 مقابله، معناها ارقام محترمه جدا. عنده 16 ورقه صفراء ورقه حمراء، بون كاركتيرو صعيب وقاعد يسجل الماتشات على التوالي. هذا خويا اسلام احنا راهو كي نبداو نحكيوا كي سي دون لانتيري دو فوتبول تونيزي، انا ما عنديش ثم ناس بتاتري ريغل دي كونت افيك ان جوار تيل و تيل جوار خاطر عندهم ان بروبليم بيرسونيل، اما انا نقول دون ان جروب كي جي دون ان جروب دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي احنا نعرفوا وهبي حتى في سانت اتيان او نيفو دو جروب الى ان بروبليم فيو كو حبوا يتخلاو يتخلصوا منه كل واحد وطبيعته. انا اش بيني وبينه سي مونجي بونتويت شو داكور معاك، اما راهو بور لانتيري نتاع ليكيب ناسيونال يفو كو سوا ان جوار كومبيتيتيف دون تو لي دومين كيما تحب انت. لكن اليوم الروندمون تاعو تنجم برشا جوارات يقول لك علاش وهبي الخزري يلعب وانا ما نلعبش بار اكزومبل، برشا جوارات نجم تكون رافعه نجم تكون والبوزيسيون تاعو علاش جابوه كافونسونت باسكو مونك داتاكون افونسونت وفي سانت اتيان لعب بطريقه عندنا سيف قاعد يمركي اليوم عندنا سيف الجزيري دونك سيف الدين الجزيري ما شاء الله يمركي ويلي لو بروميي ريدو ديفونسيف اون كاد دو بير دو بال راه مهم برشا هذا يرتح برشا لو ميليو دو تيران الى نوتر ديفونس. انا نقول اللي باش تلعب بثلاثه ولا باثنين ميليو ديفونسيف تو في الفريق الوطني التونسي راهو سي ديفيرون بارابور باش تلعب دوميسيل ولا الاكستيريور. احنا اش نعملوا اليوم؟ اليوم يلزمنا نبنيو على المشاكل اللي موجوده سورتو توا لا سول ايكيب اللي لعبنا ضدها كي افي دي زاتو اوفونسيف هي الجزائر وشفنا النتيجة لولا معز حسن ولولا معناها بون شفنا النتيجة. اليوم لعبنا ما ينجمش يغير التركيبة إلا أن بو ياسين مريح دو فير أتونسيون لأن ثلاثة مباريات سجلنا ما نعرفش ثمانية أهداف ما قبلنا حتى بوندو دونك اليوم ما نجموش نقولوا لو كونتري. اليوم نبداو واقفين مع سي منذر كبير لكن جوار اللي يجيو لليكيب ناسيونال اليوم انا تفاجات بحاجه سي نوفيل اللي علاش يوسف المساكني وانيس بن سليمان ماهمش ماشيين لموريتانيا مضروبين. شكون اللي قال مضروبين؟ توا اليوم مضروبين سامحني دخل انيس بن سليمان وشفنا المردود نتاعو. اليوم كان جات المباراه في ايطاليا ولا في انجلترا باش يقول لك في الماتش ما نقم نسبقوا حسن النيه لا كمل الماتش لاباس عليه وحب يشوف عندك كان عندك معلومه قول مش بس عندك معلومه جي لامبرسيون ممكن متغشين على لو فات ماهمش تيتولير نون با ايتي تيتولير كيما يوسف بار اكزومبل. يوسف يحب ديما يلعب جو لو كومبرون لكن اليوم الريزولتا بوزيتيف اللي صار ينجم يرتاح يوسف باش يلعب ضد موريتانيا. احنا نعرف هذه تخمينات سورتو يوسف مع تخمينات وعندك معلومه مش تخمينات. انا لامبرسيون كو لي ماتش سي دي شوا اللي انا قلت لك الماتش كان جا في ايطاليا ولا في انجلترا ولا في المانيا ولا في المغرب ولا في الجزائر باش يتخلاو على الفريق الوطني التونسي. انيس بن سليمان اون فا سويفر ليستوار نتاع انيس بن سليمان كان الفريق نتاعو يلعب نهار الاحد ماتش دو شامبيونا هو يلعب سا فدير كي لي بليسي نو. انا نقول الحاجات هذيا ما يلزمش تصير لان النتائج ايجابيه ما شاء الله واليوم التركيبه اللي باش يلعب بها سي منذر كبير في موريتانيا باش تتغير تماما على التركيبه اللي صارت في تونس لان باش نلعبوا ابري تروا جور دونك غدوه دونك هذا يخلي في مصلحه الفريق الوطني التونسي الاجواء مهمه ومهمه جدا. انا يظهر لي خزري سي ان بون جور معناها بالنسبه للجروب ما لازمناش معناها
نخرجوا جملة يعني من الحسابات نتاع المدرب ولا نتاع المنتخب ولا غيره. حتى ما قال حتى شيء هذا. لا 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 جو سي يصلح للمنتخب لا خاطر الانتقادات عليه برشا. انا بدي في بعض الاحيان ننتقدوا فيها فهمني لكن سامحني سي وجدي بربي سامحني بركة. راهو احنا وانت حتى انت تبارك الله كي تبدا تحكي مع جوار وتوي اكزيجون معاه علاش؟ خاطر تعرف في بو فير دومي بليس واه بالخزري انا لو برومي نمشي له نهز له باكو نوار لو جور وين فريمون واه بالخزري الي فريمون او توب ا شاك فوا خاطر علاش يفا نو دوني دي لوسون حتى لوليداتنا الصغار الموجودين هنا. دونك واه بالخزري لاعب وجوده في الجروب مهم يعني وما فيش حتى جدال فهمتني يعني ستانجور كي معناها عنده قيمه في المجموعه بصراحه وسورتو تو بالخبره اللي عملها وكل شيء. لكن باش يكون ديما وهبي الخزري هو اللاعب الاساسي الذي لا يعوض ما نتصورش كان هذا معناها في صالح المجموعه. وهبي الخزري حتى في اسوء حالاته يلعب. وهبي الخزري مازال كيلعب ضد ليون اظن فهمني ضد ليون وعلى صفر وجاي واكثر واحد اخر واحد لعب مباراه قدم مباراه ممتازه ضد ليون مباراه ممتازه المفروض يعني ابري قداش منها هو لعب لعب لحد العشرة متاع الليل حاجه كيك اوف الماتش الماتش كان نجم يرتاح شويه كان نجم يرتاح شويه ما صراحه كان ينجم انا عنده حلول بديله عنده عندك انت وقت اللي باش تلعب في بلادك تلعب هنا وضد موريتانيا وفريق ماهوش قوي برشا ممكن انا نحتاج الجزيري في قلب الهجوم كقلب هجوم افون سونتر ممكن اكثر فهمتني ممكن اكثر يعني الجزيري كان ينجم يعاونه ومن بعد في الدوزيميتون كان ينجم الخزري يلعب اذا كان احنا في حاجه ليه واذا كان احنا رابحين 3-0 ينجم تزيد تريحه جمله وتصلح لك الخزري في الماتش روتور ضد موريتانيا. بعد نختم الجزء هذايا معاك نعيمه سمعت تصريح وديع الجري في شمس فيم مع زميلنا مهدي عبيد كان قاعد كان سمعت ولا قال حسيته حط بريسيون شويه على مدرب المنتخب المنظر الكبير قال بصريح العباره كان يتواصل الاداء هكا باش ننظر في إمكانية إقالة المدرب معناها. قال هكا؟ إي قال هكا حكاية هكا. قال إقالة بال قال قال ماتش الجزائر قعدنا وخممنا ودرسنا إمكانية إقالة المدرب، لكن كان باش يتواصل معناتها الموضوع هكا وأداء المنتخب بالطريقة هذه باش نخمو في إقالة معناتها باش نخمو فيه قالوا مهم إمكانية إقالة المدرب معناتها قالوا باش نخمو. هذا هكا يولي نقيض اللي كتبوا آخر مرة على ستاتيو كامل يعني. تقريبا جريده تكتبت ما تشوفش يخلي مدرب يخدم تحت الضغط هكا اكيد باش يخلي مدرب يخدم تحت الضغط. انا بعمري ما سمعت انه رئيس جامعه في العالم جاي حكي قال المدرب لفلاو ديشون تقريبا في الاخر الكوب دوروب دي ريزولتا خايبين على الاخر. لكن الرئيس الجامعه حمى ديشون وقال انه ديشون متواصل معانا ورينا انه المنتخب الفرنسي معناه من اخي بالمنتخبات معناه ماهوش المنتخب نتاع الكوب دي مون اداؤه ماهوش هو الاداء نتاع الاخر كاس عالم. لكن ما جاش رئيس الجامعه وقال فما حاجات صايره في الكوليس. انا الحق الكوليس تاع الجامعه ما عنديش معهم برشا ممكن صارت حاجه انه اداء المنتخب متذبذب توا ما عادش عاجبه فما ضغوطات على رئيس الجامعه انه يغير المنظر الكبير يرى انه في الكوب دافريك الجايه ماهوش منظر الكبير هو المدرب الكفء للمنتخب لانه باللاعبين الموجودين بلكش يقول لك المنتخب هذايا باللاعبين اللي عندنا اكبر من المنظر الكبير. هذا يدور في 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 مخ الوديع الجري والله اعلم شنو يصير. لان نحن راهو سمعنا انه عمنيول كانت تفكر اسلام انه منظر الكبير قاعدين يحضروا له في مدرب اخر وهذا هذا قال هكا ولا لا. لكن بعد كي قرينا الستاتيو اللي تكتب قلنا ايبا فما حمايه للمنظر الكبير فما حاجات تغيرت وانه نحكيو على اداء. انا را لا نترم باش يرشحنا المنظر الكبير لكن المنظر الكبير ما ينجمش يكون هو في الكوب دافريكا الجايه هكا انا راه اظن انه النقطه المهمه هي الموضوع الكبير هو حكايه النتائج والاداء. بالضبط النتائج موجوده وديما كانت موجوده النتائج بالنسبه لنا. لكن انا نتساءل في بعض الاحيان هكا وحدي شنو هو اللي منعنا باش نقدموا اداء به؟ الى متى معناها الى متى نحبوا نشوفوا دو ترو ماتش ورا بعضهم نشيخوا كوره ميساج نربحوا راه تنجم تربح 3-0 4-0 اما تحس ثم 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 ديز اوتوماتيزم ثم كوره ثم لاعب مش حكايه اهداف بركه راه خدناش نربح 3-0 من 3 اكسبلو انديفيدويل تاع افونسون نجم نركي 3 بوندوات فهمني. لكن انا نحب نشوف ليكيب ناسيونال تكور مليح. علاش تكور مليح؟ لانه هذاك يعطينا مؤشرات ايجابيه باش لجور اللي نمشيو نلعبوا في مستوى اعلى وارقى تحس ليكيب يعني واقفه على ساقيها وليكيب يعني متماسكه وليكيب عندها ديز اوتوماتيزم وكل شيء سي تري امبورتون. راهو
راهو نقطة مهمة راهو سي بوسيبل في الكورة ما ثم حد شيء كما نتعجبوا من حد شيء راهو كل عام أنا نذكر كوستر في النادي الإفريقي نحاوه الأولاني فهمني قالوا له الأداء سافا با فوزي منزرتي نحاوه من الترجي قالوا له هو الأول قالوا له الأداء سافا با فهمتني حسام البدري مازالوا كي نحاوه من مصر عمار سويح زيد عمار سويح حسام البدري مش خاسر حتى ماتش مش خاسر حتى ماتش ربع خمسة ماتشات وعمل أربع نيول من عشنو وقالوا له لا عمل ماتش نيول مع الجابون حسام البدري نتاع هو بخلاف الأداء حسام البدري راهو عنده مشاكل مع بعض اللاعبين لأنه برشا لاعبين مصريين في المنتخب المصري مصطفى محمد داخل الماتش هما قالوا له نحاوه لأنه ماذا منهم منهم محمد صلاح اللي هو أكثر واحد ضغط على المنتخب المصري باش حسام البدري ما يكملش خلينا في المنتخب التونسي باش ما نكونوش برشا سلبيين باش نحكيو بعد شوية فما إيجابياتكم باش نحكيو عليها بعد شوية فاصل